بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية المباشرة في شهر رمضان المبارك التي ينتشر عبقها إن شاء الله تعالى بعبق الآيات المباركة التي تذكر فيها، ومن خلال أيضا كرم أسئلة وإجابات ضيفنا الكريم التي ترد على هذه الأسئلة وتجيب عليها. فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. سلامكم إن شاء الله سيدنا، الله يحفظكم. إذن على بركة الله نبدأ بهذه الحلقة. مشاهدنا الكريم، بعد تقريبا 10 دقائق من الآن إن شاء الله نتحول إلى استقبال مشاركاتكم وأسئلتكم من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. الآن نبدأ مع الفقرة الأولى المرتبطة بالآية القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. فضل سيدنا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أولا، الآية بحد ذاتها لابد من توضيح مفرداتها. بعض الناس المفردات بالنسبة إليهم يعني معنى الكلمة قد تكون غير واضحة. نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا بمعنى أبعدوا. نعم، من الوقاية. من الوقاية. شلون نقول مثلا قي نفسك من الخطر، من الكهرباء، من الغرق، يعني أبعد نفسك واحفظ نفسك من الخطر. نعم. قوا أنفسكم وأهليكم، بعدوا أنفسكم أهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ترى أكو يوم القيامة نار، المواد اللي هي في الواقع تكون النار الحجارة والناس. نعم. الناس الفاسدين هم وقود لهذه النار. وقود هم الذين يعني هم يشعلونها. أحسنت. أي بلي. فأيها الإخوة، هذه الآية في الواقع، وبعد ذلك تكلم أنه عليها ملائكة شداد غلاظ كذا لا يعصون الله ما أمرهم، وعلى أي حال ناس كمال الشدة وكمال الطاعة، أنه ذولا أحرقوهم حرقة محترمة، خلاص لا تأخذهم رأفة ولا تأخذهم رحم أصلا، شداد غلاظ. الآية هذه الشيء تقول لي رسالتها أنه يا جماعة، كل إنسان وظيفته مكلف على أنه يبعد نفسه من النار. سمو مهم أنت تحصل الجنة لو لا، المهم بعد نفسك من النار، نفسه وأهل سيدنا بلا إشكال. نعم. بعد نفسك من النار، وهذه إبعاد النفس من النار بحد ذاته الهدف يسمون رقم واحد. نعم. رقم واحد. فإذا واحد سألني سيد أنت الآن أهم شيء في حياتك، أهم يعني الأولى في حياتك شنو؟ أقول أنه أدير بالي على نفسي، لا أصير من أهل الضلال، لا أصير من أهل النار. كأهلك شلون؟ هذه درجة ثانية. نعم. بس هي مسؤولية، أيضا مسؤولية حساسة. ليش شلون؟ لأن آيات أخرى تقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم. الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الوهلة الأولى علي بنفسي، ولذلك يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي، فشيء عجيب غريب يوم القيامة، الكل ابت اللي كان هو يكبرها بحنان وكذا صح بابا، يقول بابا أنا ما أقدر، أنا أدير بالي على نفسي. أمه، يمه مرتضى، رشيد دير بالك علي.
يما الله يخليك الآن وضعي ما أدري شلون. كل واحد يهرب من بعضه، كل واحد بس يدي خلص نفسه، شيء مهول. ما أدري هاي السوشيال ميديا هم بيها بركة انصافا. يوم الأيام كنت أشوف مقاطع حريق، نعم انصافا اهتزيت من أعماقي أنه مقطع حريق شلون ويهربون والأطفال والكذا يستنجدون ما يديرون لهم بال. وطلعت برا يقول وين الأطفال؟ ما أقدر ترجع. يقول ما أقدر خلص أطفالنا خلي يحترقون. هذا الطفل اللي أنا للصبح ما أنام لأنه عنده حمى شوية ويحتاج طبيب. هذه نار الدنيا هم سيدي، هاي نار الدنيا حسنت. وهذا الزلزال اللي حصل الله أكبر، مشاهد يقشعر لها البدن، ولكن كلها جرس 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 انذار. والبشر للأسف يقول يا ربي انت ما نبهتنا، قال شايف فلان قضية انا مو دزيتها لك، مو شفتها، هذا انذار، هذا جرس. في الرواية كوتشي انه يأتي عزرائيل لشخص يقول يلا جا وقتك، يقول يا عزرائيل دطينا يعني خبر كذا، ما يصير هالشيء. فيقال له ألم يمت جيرانك؟ ألم يمت عمك؟ ألم تمت ما أدري أمك؟ هذه الرسل، هذا الرسل يعني يوم اللي ماتت أمي يعني أنا رح أموت، يوم اللي مات جيراني عندي باكر إلي. فهذه الإنذارات، هذه الرسائل جدا بليغة كلش واضحة، إحنا لازم شوي نفتهم. إذن المسؤولية الأولى علي نفسي، أخلص نفسي مما قد تهلك، هذا واحد. اثنين مسؤولية أهلي، أهلي كياني، أهلي جزئي، جزء وجودي هو أهلي، وأنا في الواقع أتحمل مسؤوليتهم. للأسف البعض يتصور أنه يلا سوي أولاد وسوي كذا وعلى الله، مهم سوي لك فد جيش من الأطفال، ثم ماذا؟ ذول الأطفال يحتاجوا إلى تربية، يحتاجوا إلى تغذية، يحتاجوا إلى توجيه، يحتاجوا إلى هداية، وأنت أين من كل هذا؟ توين؟ بعض الآباء للأسف مباراة عندهم، يعني تبارة أنا عندي 7 يقول 8 إلا أسوي 9، كلام تعبان ما إلى أي قيمة. يتبارون في عدد الأولاد ولكن لا يصرف دقيقة واحدة في أن يجلس بابا شلونك حبيبي، هذا شنو صار، ابن صديقك من هو، شو يقول لك المعلم، شنو قال لكم، أكو واحد ياذيك لولا سمعت حكاية بابا ترى مو زينة. أبدا أبدا. لما والأدهى من ذلك تسأل ابنك أي صف ما يدري. فالقرآن الكريم يقول يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، أنت مسؤول يوم القيامة، مسؤول عما تسأل عنه، وما تسأل عنه أولا عن نفسك ثم عن أهلك. لذلك أكو آثار أخرى أستاذ مرتضى، آثار أخرى، ينقطع ابن آدم بالموت، ينقطع ابن آدم عن الدنيا إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يعني أنت لما تترك أثر، هذا أيضا بعد موتك هم إلى أثر، كما أنه الأثر إيجابي كذلك أثر شنو؟ سلبي. سلبي، نعم. أن اليوم اللي ابني تعبان، ابني ما مؤدب ويمد إيده على فلوس الناس، يمد إيده على أعراض الناس، هذا سأحاسب على ذلك قطعا. تقول عجيب، نعم هذا مو كان ابنك، هذا مو كان خامة. الأولاد صغار خامة، يعني مثل الطين الصناعي، هذا الطين الصناعي يسوي جندي يصير جندي، يسوي ثور يصير ثور، يسوي حائط حائط، يسوي سيارة طين صناعي خامة. فأنا أقدر هذا الولد أصنعه بما أريد، بس ما أصنعته، ما سويته ولا درت لبال. المهم ابني نجح، اشتري له موبايل،
بابا هذا الموبايل انت جاي تعطيه سكينه لابنك اللي ما يعرف شلون يستعملها، تعطيه سم ما يعرف ان هذا سم او شوكليته. اكو جهل عجيب وغريب في فهم الاولويات، في طرق التربيه، في اساليب الارشاد، في حقوق الاسره، صنفت شيء عجيب من الجهل انصافا. نعم. القران الكريم ينبه يا جماعه ديروا بالكم. يقول سيدنا ما كنت ادري، الان تفضل يلا الان ما. يعني اي وقت تنتبه انت ابدا. انا عجبني احد المتصلين في احد البرامج قال سيدنا انا اشكرك بس ما ادري عليه حال، انا ما اريد ان امدح برنامجي، ولكن عموما قال انا 9 سنوات في حياتي الزوجيه مع اطفالي، 9 سنوات انا كنت على خطا واصرار على خطا، بس الان الحمد لله تحولت حياتي الى شيء اخر واحس بارتياح، واتبعت طرق اهل البيت وتعاليم اهل البيت في التصرف مع الاولاد. نعم. زين الان اشرعوا، لا تقول لي ها سيدنا اخو قضى، لا ما قضى. ابنك هذا حتى لو الان 15 16 سنه عمره، انت ما قلت له في اليوم بابا تعال صلي، بابا تعال شوف هاي المساله، ابني هاي الروايه سامعها لولا، الامام الرضا ايش قال، الامام الجواد شنو سوى، ما قلت له، الان تعال قل له، الان تعال قل له. يعجبني اخواني الاصدقاء يعني المشاهدين، يعجبوني بعض الاباء مثل جناب الاخ مرتضى الله يحفظه، يعني يقول انا اقعد مع بناتي، وعنده بنات الله ان شاء الله يرزق اولاد صالحين، والبنات على حال رحمه الهيه. زين يقول اقعدهم باكر وفاه الزهراء، يقول اتكلم عن الزهراء شنو صار بيها شنو كذا، باكر مثلا ميلاد الامام الحسن المجتبى، الامام الحسن المجتبى منو ايش سوى، كريم اهل البيت، بعض صفاته بعض كلماته. هذه اخواني تبقى في اللاشعور الاطفال، اطفالنا ياخذون من معلميهم ومن مدرسيهم اللي هم الساعات بالمدرسه، ياخذون الكثير الكثير، وانا في البيت معهم اكل واشرب وانام وفي حجري وهم لا يستفيدون مني. اليس هذا نوع من الظلم اللي انا في الواقع قائم به ولكن من دون ان اشعر؟ ايها الاحبه ايها الاصدقاء، بعض الاباء من اتكلم هالكلام اسمحوا لي انا شوي قاسي شوي، بعض الاخوه من اتكلم هالكلام يقول سيدنا انت تتكلم كلام على اي حال حسب تعبيره كلام بعيد عن الحقيقه. اقول له شلون؟ يقول سيدنا احنا ما قصرنا ويا اولاد، ما قصرنا. انت تقول مقصرين، والله ما قصرنا، انت مشتبه. قلت له اذا ماكو زحمه بين لي وجوه الرعايه. نعم. اللي انت على حال. شو يقول لي؟ يقول سيدنا ما مقصر بملابسهم، ما مقصر باكلهم، كل اسبوع اطلعهم مطعم، ما مقصر في عطلتهم، كل عطله صيفيه لو لبنان لو ايران لو كندا لو ما ادري فرنسا، بعضهم هيك واقع حتى اوروبا ياخذهم. وما مقصر على انه كلهم ايباد، ما ادري شو اسمه هذا الايفون ما ادري ايش وكذا. انا استمع. قلت له خلصت؟ قلت له هاي التربيه هذه؟ عنده موبايل واخذ السفر البسه ملابس كلها ماركه، هاي تربيه؟ لو هاي رعايه، انت جاي تراعي ابنك في متطلبات الحياتيه. نعم. الرعايه شيء والتربيه شيء اخر يا اخواني، والله فرق كبير. رعايتك أن تراعي عن صحته وتراعي ملابسه وتراعي أكله وتراعي نومه وتراعي تبريده وتراعي كذا، ترى هاي كلها ضمن دائرة الرعاية، دائرة الرعاية غير التربية. التربية نعم. بابا هذا صح هذا غلط، بابا هذا جيد هذا سيء، بابا هذا حق هذا باطل، بابا هذا حرام هذا حلال هذا واجب، هاي التربية. نعم. أن تعلموا أولادكم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن ما راح أضبط الرواية إذا أقول ينسب، لأن الصائم ما يقدر ينسب إلى رسول الله بدون كذا. أنه علموا أولادكم ماذا؟ آداب رسول الله، آداب رسولكم، آداب الإسلام، قول الله. نعم. كم واحد إحنا معلمين تعال بابا اقرأ القرآن، هسه أنت لا تعلمه تقول يا أبا ما أعرف، يلا قساوتي هنا
قد أنا ما أعرف، أنا صفر على الشمال، ما يخالف أنت صفر على الشمال، بس تقدر ترسله إلى المسجد، أكو دورة صيفية بابا، تعال روح دورة صيفية إلك فت هدية من عندي كلش زينة، روح يحفظ له فت 40 حديث. نعم. دورات صيفية عندنا برنامج 40 حديث، حديث قصير، ومسائل شرعية وقضايا العقائدية والتوحيد والنبوة والعدل الإلهي. هذه ابني يكبر، يكبر على معارف الدين، معالم الإسلام، عن الحرام. فلا بد لنا أيها الأحبة، والله هذه الأجهزة أنا ترى أمدحها، نعم صحيح. أقول هذه من نعم الله، ولكن النعم التي نعرف كيف نستخدمها، لا أنها تصبح ماذا، وبال علينا في عدم استعمالها بشكل صحيح. الأمهات، أكرر، الأمهات يلعبن الدور الأول في العائلة، الأمهات ثم الآباء، ولكن جميعا هم مسؤولون عن عن أولادهم وذراريهم يوم القيامة. أحسنتم سيدنا، ظهر هم لأهمية الموضوع، أخذنا وقت أكثر من المعتاد سيد، وهو موضوع في غاية الأهمية بصراحة، موضوع التربية يعني. نشكركم كثير الشكر سيدنا على هذه الإشارات المهمة، شكرا جزيلا. على بركة الله نبدأ باستقبال الاتصالات. إخواني الكرام، أول اتصال من أبو أحمد أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. علينا وعليك إن شاء الله، حياك الله أخي الكريم. هل يجوز وضع زكاة الفطرة في صندوق مؤسسة العين؟ سؤال للسيد. واضح. نعم، زكاة الفطرة شنو سيدنا؟ مؤسسة العين. ها، واضح، نعم. شكرا. تحياتنا لك أخي الكريم، وشكرا جزيلا لحضرتك وبارك الله بك. دورها كبير جدا مؤسسة العين سيدة بصراحة يعني. سمحت سيد الله يحفظه، يعني بذل جهود إنصافا وعناية وتأييد، هذا الاعتبار هو مهم جدا، أنه ما يلقونه في هذه الصناديق إنما هو في يد السيد، يقول في يدي، وهذا ما لم يسبق لمرجعية شيعية أن تدعم مشروع بهذا النحو. فالقائمون لابد أن يقوموا بكل مسؤولياتهم وأكثر مما الآن حاصل إن شاء الله. نعم. تعالى. حسنتم سيدنا الكريم، وبارك الله بالقائمين على هذا المشروع. حيدر ويانا، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدنا، سلمكم الله، بارك الله بكم. الله يحفظ. أنا عندي والد متوفي. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. وجاء صلاة الصبح، وأنا مو ابن الشباب. نعم. ابن الوطن يعني. نعم. واضح، تسأل أنه هاي تأثر لو ما تأثر بخدمتك. إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم. سؤال آخر. رحم الله أباك وبارك الله له في أعماله من خلال تربيتكم، الله يحفظكم إن شاء الله ويوفقكم. هذا سيدنا مصداق لولد صالح. ولد صالح، بل جزاه الله خير. مستمرين، عندنا رسالة صوتية نسمعها. نسمع الرسالة. رسالة لو اتصال عندنا. نسمع الرسالة. بس خلي نعيد الرسالة. السلام عليكم سيد، أنا والدتي كبيرة بالعمر كلش من كبيرة، كل رمضان أصوم 20 يوم وتفطر 10 أيام وأصوم 15 يوم وتفطر الباقي، يعني ما تقدر كلش ما تقدر، أعطيها تنتهي، فهي ظلت تفطرها ويا عندها الشغل يعني من الصبح ترجع العصر، يعني ما تقدر كلش ما تقدر الصومها، أقدر أنا أقضيها عنها وهي حية يعني عدل عادي؟ لأن هي عمرها بال 50 كبيرة، يعني ما تقدر كلش كبيرة 50 وتتعب كلش، يعني لو ما تتعب تقدر هي تتمنى تصوم أصلا تفر من المعصوم. ظاهر مشتبه، واضح. أنا أصوم عنها خير، واضح. إن شاء الله، تحياتنا الأخت الكريمة، وتسمع الإجابة إن شاء الله على سؤالها وعلى رسالتها. مستمرين باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام من خلال أرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ومن خلال تطبيق المجيب الموجود أيضا أسفل الشاشة، فقط وجه كاميرا الموبايل على كود التطبيق وراح يتحمل وتشوف الكثير من الأسئلة المماثلة لسؤالك وتستفيد منها إن شاء الله. طيب، بعدنا باستقبال المشاركات، عندنا اتصال ورسالة، رسالة صوتية نسمعها.
السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. أنا طلعت عين موافق خدمات فراش. بالنسبة أنا ما أقدر أداوم بسبب يعني شخصيتي شاب وهاي وما أقدر أشتغل فراش يعني شدام طلع وهاي، فخليت شخص مكاني يشتغل وأقسم راتب وياه. هنا أنا هذا الراتب الآن الآخر عندك جائز مجائز مستقبلا إذا يعني خديته يعني طبعا مستقبلا يعني أنا كبرت بالعمر فخديت الراتب كله وقلت تداوم إن أنا راتب التقاعد يعني هذا حلال علي حرام؟ إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم. وماذا عن التقاعد؟ عندنا اتصال من من؟ هدى أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، بس توصلنا صوت التلفزيون إذا أمكن أختي الكريمة، واسمعينا بس من التليفون تفضلي. أريد تجاوبني على سؤالي. تفضلي. أنا زوجي جاي يشرب دائرة يعني برمبال. نعم. يقول أنا مقلد سيد القدر. نعم. يعني يجوز يشرب سجاير زين، هو يفطر برمضان ويسعيد الثاني. نعم. وبرمضان يقول مقلد السيد الصدر. يعني بس بشهر رمضان بس على مود الجيجارة. ايه يعني هني يجوز يعني صيامه مقبول، ما يعني طالع من هذا الشيء ضارجه. نعم. عافية بيك. تحياتنا اختي الكريمة وشكرا جزيلا على مشاركتك اختي، تحياتنا. مرات سيدنا الناس يطوعون الأشياء مثل ما هم يشتهون يعني. بهاي المسألة بما أنه فلان مرجع فلان سيد، واللطيف أنه النساء يعني حسب فهمي واستقرائي أن النساء أكثر التزام من الرجال. أها. يعني هي شوفها هي تتابع أنها أخاف هذا كذا، وأشوف أن بعض النساء يجر أزواج إلى قضايا جيدة، والعكس إذا كانت المرأة فاسدة وإلى تجره إلى الفساد، بس المرأة الملتزمة جر أهلها وأولادها جزاها الله خير. وزوجها أيضا الأمل. حامد تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم، يا أهلا وسهلا. مولاي الفطرة. أيه. أنت مريض من قاربي. عندك مريض شنو؟ مريض من قاربي، أنت مرض مزية. نعم. هذا خطير. أيه. نعم. وزوجها مغير. الفطرة هذه هم فقراء؟ ها؟ يعني انت تقول نقدر نعطيهم الفطرة لهم؟ اي هم فقراء؟ هم ما عندهم الوالد اللي مثلهم عندهم مرض مثلي من هذا ومسوي لنا واضح سيدنا؟ اللي واضح. نعم، الله يمن عليهم بالعافية إن شاء الله، شكرا جزيلا. وهذا النوع من الأمراض هم تكاليف علاجه كبير جدا بصراحة. ناخذ اتصال من الاخت زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد اني تزوجت قبل كم سنه. نعم. وعيالي شيعة. نعم. بعض منهم وحده زوجي اللي بيتها سنه تزوج. نعم. صلاه ما عايشت على صلاه وخالص، بس سنه سنه على مود الفطره. نعم. هم شو يسوون؟ يروحون يقول ليش ياخذون عندكم مال هذول الدراويش؟ يطل فطر. نعم. يعني ياخذون لو يسوون يعني تدري مال كل شيء مالية عندهم صناديق يعني يسوون لو مدرسة أهلية لو جامعة أهلية بيها. بس إذا تسمحي لي أختي زينب، أنت شلون عرفتي زكاة الفطرة يبنون بها مدرسة أهلية؟ يعني هم بدل شغل الدراويش احنا نعرفهم يعني مو مساعدات لانشاء كذا في ذبح. نعم. ياخذهم ويوديهم للشيخ بالسلمانيه الكبير. واضح. ان شاء الله تسمعين الجواب اختي الكريمه زينب. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا على المشاركه. عندنا اتصال من من؟ عباس تفضل اخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي الكريم. عندي تشريح. تفضل. تفضل. الفطرة. نعم. شبيه الفطرة. بس صوتك يتقطع، شلون عيد لي اياها الفطرة شبيهة؟ يعني اعتذاري الشديد للأخ عباس صوته مو واضح، فإن شاء الله يعاود الاتصال ويكون اتصاله أوضح بالمرة القادمة، تحياتنا إله.
أم حسين تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدي، الله يطول عمرك بالعافية. الله يبارك فيك حجي. أي والله. وأنا على كل شيء ما خلى على ما نعرف كل شيء، كنا كل شيء ما نعرف. نعم. والله. على مود الصلاة أول مساء أنا قابلتكم قبل يومين. نعم. مال استغاثي. صلاة شنو؟ استغاثة. استغاثة. للسيدة سيدتي مولاتي السيدة زينب. صحيح. ركعتين. نعم. أصليهن وأكملهن والنوبة أركع التربة شو اسمه؟ تسجدين. أصلي صلاة الاستغاثة يا زهرة غيثين يا زهرة غيثين يا مولاتي يا زهرة. نعم. واضح. اللي يفهمني عليها اللي يفسرها اللي تدعو يعطيك العافية والله يطول عمره ويعطيك صحة وسلامة. لا حياكم الله، شكرا جزيلا. يطول عمره ويستر عليه. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا وربي من عليش بالسلامة والعافية والخير إن شاء الله، ولا تنسينا بدعائك أختي الكريمة أم حسين. تحياتنا. عباس تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يكون آخر اتصال. اتصال عباس تفضل. حياك الله أخي. عندنا محتاج فطرة، يعني فطرة. إيه نطلع لهم سيدنا. فهمت السؤال؟ لا. المشكلة مو بطريقة طرح السؤال، المشكلة صوتك مو واضح عندنا أبو عباس أو عباس أخي. ينطي فطرة للفقهاء للفقراء؟ ينطي فطرة بالمنطقة إن شاء الله تسمع الجواب للفقراء بالمنطقة. تحياتي إليك وإن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم. شكرا جزيلا الأخ عباس. تكتفي بهذا القدر لأن الوقت المتبقي أدوبك نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. الأخ أبو أحمد سيدنا يسأل عن زكاة الفطرة وما يوضع منها في، يقول نقدر نخليه في صندوق مؤسسة العين. تفضلوا. نعم لا إشكال في ذلك، كما ذكر سماحة السيد في عدة استفتاءات على أنه يجوز إلقاء زكاة الفطرة أو أي شيء من هذا القبيل في صناديق مؤسسة العين. أعتقد سيدنا يخلون فت قصاصة تدلل على هذه زكاة فطرة، يعني كأنه إذا يريد مثلا يكتب عليها أنه هذه زكاة فطرة أو هذه كفارة أو هذه رد مظالم، يمكن تعليمها يعني وضع علامة حتى تعرف. الأخ حيدر سيدنا والده متوفي ويقول أنا جاي أصلي له، مو أنا ابن الأكبر أنا ابن الوسطاني، يصير؟ حبيبي كل واحد يقدر يصلي عن الميت، كل واحد يصلي عن والدك، ابن الجيران، ابن الكذا، البعيد، القريب، أخوك الكبير، أنت، والدتك، أي واحد يقدر يصلي عن المرحوم وتبرعا أو نيابة عنه، فليست شرطا أنه لابد أخي الكبير. أخي الكبير واجب عليه إذا والدك وصى، أما أنت يجوز لك وهذا من باب التبرع. لا أشكال في ذلك. أحسنتم سيدنا. الأخت الكريمة تتكلم عن والدتها كبيرة السن اللي تصوم معظم شهر رمضان وفي بعض السنوات أقل من هذا، فتقول أنا يصير أقضي عنها وهي على قيد الحياة. إذا كانت شيخة، الوالدة شيخة، الشيخة يعني فوق 70، فوق 70 سنة، 75، 80 سنة، هذه ما تقدر، فما عليها صوم أصلا، مو أنه تقضين عنها أصلا، ما عليها صوم، يسقط عنها الصوم. ولا فدية سيدنا؟ فدية فقط تعطي بدل الصوم، تعطي 22 كيلو ونص من الطعام عن كل الشهر. أما إذا هي لا مو شيخة، سمعت من عندك أنت 50 سنة، 50 سنة يعني أصغر مني، يجوز أخو اشتباه سيدة. يعني مو هذا مو كبيرة، وين كبيرة 50 سنة بعد في ريعان كهولتها يعني بعدهم. فعلي حال إذا كانت هي قادرة وصحتها ما تسمح فمريضة، يعني إذا هي سنها مو شيخة يعني مو عجوز بس صحتها ما تسمح له فهي مريضة، والمريض لازم تقضي إذا الله عافاها في وقت آخر، هي لازم تقضي مو أنت تقضي. أحسنتم سيدنا. الأخ هذا الموضوع سيدنا كأنه بعض الناس مبتلين به، يقول تعين موظف خدمات بالنسبة للوضع الاجتماعي وعمره، يقول أنا أستحي أقف قدام طلاب وأنظف وكذا، فخليت شخص بمكاني والراتب نتقاس معانو يعني، فيسأل عن هذه من جهة، ومن جهة ثانية يسأل يقول تقاعد خاف بي. مشكلة يعني يا أخي الكريم، يعني ما أدري ليش العمل عيب، يعني العمل ليش عيب،
ومو بالضرورة أنت قدام الأطفال تشتغل، أنت كشاب صبح قبل الدوام تروح تنظف، أو بعد ما يطلعون الأطفال تنظف المدرسة مرتبة، مو قدام الأطفال أنت جاي تمارس، أنت كأنما حارس، أنت كحارس. إذا صار كذا شوي شوي، مثلا واحد وقت الدرس الطلبة كله بالصفوف، أنت تلم الكنيسات القضايا، يعني يمكن أن تنظم أمرك أن أنت تباشر عملك وتباشر وظيفتك حتى تستحق الراتب بشكل جيد. أما هاي الحالة والله أنا تقاتلت حتى تصير موظف، وبعدين لما نصير موظف يقول ها والله أستحي، هذا مو صحيح، مو صحيح، وفي إشكال. باشر أنت لما يعطون تقاعد، يعطون تقاعد على أساس عملك مو عمل غيرك، شلون أنت راح تأخذ هذه؟ فحل هالمشكلة مع نفسك حبيبي، حل المشكلة مع نفسك. الأخت هدى سيدنا زوجها يدخن في شهر رمضان، تقول لما أسئله يقول أني من مقلدي سيد الصدر، تقول هو مو من حسب ما تعرفه هي، تقول مو من مقلدي سيد الصدر، فقط في شهر رمضان تشوفه يدخن ويجاوبه بهذا الجواب. هو الولد يظهر اختلطت عند القضية. نعم. هو يقلد السيد السيستاني، بس يقول لأن السيد السيستاني عنده التدخين احتياط وجوبي، فأنا أرجع للسيد الشهيد أدخن لأن السيد يجوز في الاحتياط وجوب الرجوع إلى غيره. نعم. اشتبه. أولا ما يصير واحد يرجع لواحد ميت. نعم. ما يصير واحد يرجع لواحد ميت إذا هو ما كان مقلده أصلا، واضح؟ إلا إذا كان من البداية مقلده. أي كان مقلده وبعدين يقدر يبقى على تقليده. نعم. أما هو يقلد واحد آخر ويرجع لواحد، هذا ما يصير. نعم. فاشتباه بطريقة التطبيق للمسألة هذه. طيب الأخ حامد سيدنا يسأل عن الفطرة، ناس من أقاربه يقول يعني هم مرضى وبنفس الوقت محتاجين، زوجها مريض وهي مريضة ومرض، هم على أي حال إذا كانوا في واقع الحال يعني ناس مستحقين ومتدينين لا أشكال في ذلك، أعطيهم زكاة الفطرة سواء كان بمنطقتك أو مناطق بعيدة، بس لا تطلعها إلى خارج المدينة. سيدنا يعني شنو متدينين كمعنى؟ متدينين أنا كم مرة قايلها أنه مو بس صلاة وصوم. المتدين ليس فقط صلاة وصوم، المتدين يعني لا يسمع الأغاني، حجابه، عدم تبرجه، عدم فعل الغلط، الأمور الغلط الكثيرة اللي الإنسان يقوم بها، على حال مشاهدات المنكر وفعل المنكر، هذه وين كان يصلي، بس هذا مو متدين. نعم. طيب الأخت زينب تقول تزوجت قبل كم سنة، أهل زوجي كلهم شيعة باستثناء زوجي سني، الزكاة الفطرة تقول زوجي يريد ينطيها لشيخ الدراويش في السليمانية، وتقول عرفت أنه هذه الأموال تروح لبناء مدارس أهلية وما شابه. على حال أنت زوجك درويش يعني ضمن الطريقة الخاصة، وهو يعمل بطريقته، أنت ما عليك شيء، أنت ليس عليك شيء، فأنت لا تسببين نفسك مشكلة ما دام أنت داخلة في هالشكل المشروع، قابلة بزوج على حال درويش وعنده تقاليده وعنده قضايا، فقضية زكاة الفطرة على رب العائلة، على رب العائلة مو عليك أنت، فليس عليك شيء. صيامها ما عليها شيء؟ لا صيامك ما عليها. الصلاة صلاة الاستغاثة بالسيدة الزهراء، الأخت أم حسين تسأل عن كيفيتها سيدنا او عن الاستغاثه بالله، بيناها احنا انه ركعتين تصليها المراه او الرجل على حال اي واحد يصليها، الركعه الاولى يقرا بعد الحمد 100 مره نعم انا انزلناه، وفي الركعه الثانيه بعد الحمد مره واحده يقول هو الله، وبعدين لما يكمل الصلاه يسبح تسبيحه الزهراء نعم 34 مره الله اكبر، 33 مره الحمد لله، 33 مره سبحان الله، بعدين يروح برس على السجود، يعني خلي راسه على التربة بيد سبحة، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، وهي مجربة صافة لقضاء الحوائج. طيب الأخ عباس يقول نقدر ننطي زكاة الفطرة للفقراء اللي بمنطقتنا، يعني هو منه إلى الفقراء؟ طبيعي، يعني هو زكاة الفطرة لازم يعني توزع وتعطى في نفس المدينة والمنطقة، قلت بشرط أن يكونوا فقراء، وثانيا أن يكونوا متدينين وشيعة. تمام. احنا بقى عندنا القليل من الوقت، ربما 5 دقائق أو أكثر بقليل،
فتحبون سيدنا نستقبل المشاركة لو تحبون تركزون على شيء معين يعني. لا استقبل التليفونات لأن تمام. قطعنا الاتصال. نأخذ رسالة صوتية. السلام عليكم سيدنا. سيدنا لا واحد أجنب ومر كان يعرف إنه بعد الجنازة خمسه فسبح هيك سبح عادي يعني غير ترتيبي وصلى وصام عادي هيك زين شنو حكم الصلاة يعني صلاة صحيحة وإذا كانت يعني مو صحيحة زين شلون طريقها يعني نقضيها أو شلون؟ تمام. نأخذ رسالة صوتية أخرى. الآن صار عندنا سؤال مرتبط بي. السلام عليكم سيد. أنا عندي أمي عمرها 80 سنة وكل سنة تدفع فدية طحين أو تمر بس هالسنة ما عدتها وتدفع شلون يعني يصير ما يصير ما عدتها فلوس تدفع فدية. تحياتنا للأخت الكريمة صاحبة الرسالة وتسمع الإجابة إن شاء الله أيضا. نأخذ رسالة صوتية أخرى. السلام عليكم سيد الشام. سيد أخوي يوقعدي في صلاة يعني ياخذ علاج 8 بالليل و 8 الصبح ولا يقدر يصلي ولا يقدر يصوم يعني شنو حكمه؟ هسه سيد يصلي ليش؟ الصلاة ليش أنا نفس التساؤل يعني أبو الصلاة تصير عنده نوبات معينة فيفقد التركيز يفقد الوعي ولكن أكو أوقات أخرى هو في وعي يقدر يصلي يعني. الله يمن عليه بالعافيه ان شاء الله. تسمعين الجواب اختي الكريمه. نكتفي بهذا القدر. ثلاث اسئله سيدنا الاجابه عليها. سؤال الاخت الكريمه بالنسبه اللي ما كان يعرف اكو اغتسال بكيفيه معينه للجنابه يعني الذين كانوا يجهلون نعم كيفيه غسل الجنابه وكانوا يروحون للحمام يسبحون يصوروا ان هي الغسله هي هذه. نعم. لا الغسل يختلف عن الغسل. نعم. الغسل يعني واحد يصابن وشامبو تنظيف. نعم. أما الغسل وهو مصطلح الغسل بمعنى غسل بكيفية فيها نية القربة يعني ما طب إلى الحمام أنا ناوي قربة إلى الله ماذا قربة إلى الله أن أغتسل وفي قلبي يعني ما يحتاج أقولها. ثانيا أنه على حال بكيفية رأس ورقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر بشكل كامل وأنا أرجو الأخوة والأخوات أن يراجعوا تطبيق المجيب أيضا موجود كيفية الغسل تكتب كيفية غسل الجنابة أو الأغسال الواجبة صوت وصورة وكتابة يقدر أنه واحد يشوف حتى بالفيلم شلون واحد يغتسل. نعم. زين فتقول أنه أنا ما كنت أدري وكنت أروح أسبح سباحة عادية وأطلع صومكم لا إشكال فيه حتى لو كان غسلكم باطل الصوم لا إشكال فيه وما يحتاج تقضون الصوم. أما الصلاة فيجب قضائها لأن الصلاة لا تكون صحيحة إلا بطهارة واقعية وأنتم ما كان عندكم طهارة واقعية. نعم. أما الصوم لا يشترط فيه الطهارة الواقعية وإن كان طهارة ظاهرية فأنت على حال لابد أن تقضي الصلاة اللي فاتت. زين سيدة فالآن تتعلمون المسائل أفضل من بعدين يعني الآن الشاب عمره 16-17 سنة يسأل يعني سنتين عنده لازم يقضيهن. أما إلا بعد 25 سنة يسألني يقول تعالى تقضي 25 سنة. تعلموا أسرع حتى تجنبوا أنفسكم من المخالفة. الأخت الكريمة أخرى رسالة أخرى تقول أمها 80 سنة كبيرة سن يعني وتدفع فدية في كل سنة عن الصيام عن يعني بدل الصيام تقول الآن ما عدها ما عدها أموال تكفي للفدية يعني الفدية هي نص كيس طحين نص كيس طحين كيس طحين ما أدري الآن قالوا 30 فالنص يصير 15 إذا ما عدها صدق 15 تستغفر الله استغفر الله وبيعتم وعلي حال واحد يقول سيدنا ليش وقت مش وقت ما تقدر ولكن منا إلى رمضان القادم إذا صار عدها لازم تشتري واضح؟ هي كلها 15,000 درهم وتر زايد. الأخت الكريمة اللي سألت عن أخوها المصاب بالصرع سيد وعلاجه يتطلب يعني يأخذ علاج معين ساعة 8 الصبح و 8 ليلا فهي قالت لا صلاة ولا صوم. ليش لا صلاة ولا صوم؟ الصلاة الصوم يا بما يقدر عنده أدوية مشيناه الله ما أدري هناك على حال يعرف الأمور رب العالمين نقول له يا بالصلاة الصوم ما تقدر أخو ما تقدر أما الصلاة ليش صلاة الصبح وقف صليه وصلاة الظهر والعصر وقف صليه ف
فإن الذي ورد عن الأئمة الأطهار والنبي الأعظم أنه لا تترك الصلاة بحال يعني بأي شكل من الأشكال، لا تترك الصلاة حتى لو الشرطة الآن وراك يركضون وتتركض ما مصلي الشرطة وراك وانت بالسيارة ما مصلي وعندك وضوء، صلي براسك صلاة الخوف، صلاة على حال إيمائية بالإيماء براسك. إذا أنت على حال غرقان وما مصلي وجات تصعد وتنزل لازم تقول الله أكبر الله أكبر كل ركعة تكبيرة، يعني الصلاة لا تترك حتى بغرفة الإنعاش. أنت والله عندك دواء يوم ساعة 8 الصبح فاترك كل الصلوات يا حبيبي، شوية توجه لله سبحانه وتعالى، خاف الله. أحسنتم سيدنا الكريم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذه الإجابات وهذا الوقت الثمين. سلمكم الله تعالى، بارك الله فيكم، حياكم الله سيدنا الكريم. الشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام، لنا لقاء بإذن الله تعالى يوم غد. شكرا، في رعاية الله وحفظه.